حاجه مهمه جدا لمحمد صلاح. محمد صلاح بيكسر كل الارقام القياسيه، وكان يعني الاسبوع اللي فات بعد طبعا مباراه المان يونايتد واحرزه هدفين وكسر رقم قياسي جديد، ليفربول بيدرس يبيع محمد صلاح. يمكن الخبر غريب شويه، لكن الخبر يعني بيقول ان نجمنا الكبير محمد صلاح معروض للبيع من خلال طبعا ليفربول. النهارده كشفت بعد التقرير ان فريق ليفربول بيدرس بيع محمد صلاح في نهايه الموسم الجاري. معاناة محمد صلاح كان بيعانيها من تراجع نسبي في أداء المستوى العام لفريق ليفربول الحقيقة من بداية الموسم. بالرغم عن كده، رغم هذا الأداء السيء للفريق ككل، ولكن محمد صلاح كان دايما بيشارك بشكل جيد جدا في إحراز الأهداف، في عمل أسيست كبير جدا جدا لليفربول بيقولوا. لكن المستوى ده على يعني من محتوى التقرير كده بيقولوا المستوى اللي ظهر بيه الريدز بالكامل ما ساعدش محمد صلاح للنهوض ومحاولة إصلاح يعني الـ الأخطاء الكبيرة. ولكن محمد صلاح أصبح أحد ضحايا المحتملين للرحيل بحسب ما كشفت طبعا شبكة بي سكر الإنجليزية. زي ما بقول لحضراتكم، محمد صلاح خلد اسمه في التاريخ الدوري الإنجليزي الأسبوع اللي فات، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي. وطبعا محمد صلاح لسه متبقي في عقده مع ليفربول ثلاث مواسم لسه في عقد محمد صلاح، وكلنا عارفين راتبه يمكن 400,000 جنيه استرليني في الاسبوع. ولكن قيمه محمد صلاح اعتقد قد تتاثر شويه باداء ليفربول، ما فيش شك. احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب عظيم زي محمد صلاح، كسر كل الارقام القياسيه. الانسب ليه الخروج الان من ليفربول، يروح منطقه اخرى او دوري اخر، الدوري الاسباني على سبيل المثال، ريال مدريد، هل يكون موجود في البي اس جي كخطوه كمان كبيره لمحمد صلاح للعب في الدوري الفرنسي؟ كلها دي علامات استفهام. ولكن اعتقادي الشخصي محمد صلاح سيبقى في ليفربول. الامور يمكن السنه دي مش احسن حاجه، ولكن يتبقى الكثير في البريمير ليج. زي ما حضراتكم عارفين ان هدف ليفربول دلوقتي هو انه يفنش في المنطقه او الرابع، يعني ياخد الرابع المركز الرابع عشان يلعب تشامبيونز ليج الموسم القادم. وانا شايف ان محمد صلاح ان شاء الله يبقى في ليفربول هذا الموسم والموسم القادم، ويحقق الكثير من الانجازات والارقام القياسيه.